صحتك مرحبا بك كل عادة قد من روحك دكتور حاتم الشريف مدير الجهه للصحه بسفاقس. اليوم سؤالنا على اللي وقع امس في محيط سبيطار الهادي الشاكر، توضيح. صحيح، بكل اسف البارح وقعت حادثه مؤسفه بجهه الصحه بجهه سفاقس، ونحب المناسبه هذه نحب نترحم على المتوفي ونقدم تعازيه لاهلي وربي يرحمه. كانت في حدود 9 متاع الصباح وقع اعلامي من طرف الاداره العامه للمستشفى الجامعي الهادي شاكر بسقوط جذع شجره خارج فضاء المستشفى الجامعي الهادي شاكر امام البهو بعد 2 امتار ولا 3 امتار على بهو على باب الخارجي للمستشفى الجامعي الهادي شاكر. بالطبيعة تحولنا على نفس المكان كإدارة جهوية للصحة، وكان بوجود السيد المدير العام للمستشفى وكل المسؤولين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. صحيح كانت حالة مؤلمة، حالة حاثة معناتها مؤسفة. بالطبيعة قعد جات النيابة العمومية وجينا احنا وجات الواحد وقع تحويل بالطبيعه المتوفي رحمه الله الى قسم الطب الشرعي، وهذا ما الكل باش نحدوا المسؤوليات في هذا الموضوع. هي شجر عمرها كبير سي بون عمرها كبير بالطبيعه ما نجمش انا نعرف اللي نعرفها ان الشجره كبيره ياسر، هي كبيره معناتها كبرت ياسر شجره من تشوفها على طريق العين على محيط المستشفى. محيط المستشفى معناتها كبيرة، ثم كبيرة، وبالطبيعة سقوط الجرعة هذايا حسب المعطيات الأولية، ديما نقول حسب المعطيات الأولية، خاطر واحد في النيابة وفي التحقيق ممكن تظهر حوايج كيما ديباس كيما ديباس، مي المعطيات الأولية تقول أن سقوط الجرعة على رأس المريض أدت وفاته في الحين. ونأكد أنها كانت خارج المستشفى، ماهيش في بهو المستشفى، خارج المستشفى أمام البهو أمام الباب الخارجي للمستشفى. وبأسباب الحادثة معنا أمس صارت حملة لتقديم الأشجار و... صحيح بلغني بعد أنا مع العلم أني نحب نقول سيد وزير الصحة أذن كذلك إلى جانب النيابة العمومية وإلى جانب الطب الشرعي أذن بفتح تحقيق طبي وإداري في الغرف لتحديد المسؤوليات لكل في هذا من دور في هذه الحادثة. بعيدا عن الحوادث الصحية الاستعدادات للموسم القادم نعرف الشتاء يمكن يكون كسح شوية وبرشا توقعات تنتظر فيها الجهة، شنو استعدادات وزارة الصحة وبالأحرى معنى الإدارة الجهة؟ بالطبيعة تطبيقا للتعليمات ومذكرتي السيد وزير الصحة اللي وفانا بها أخيرا حول الاستعداد لهذه الموسم الشتاء هذايا وتفاديا وتجنبا ووقاية من أي حادثة طبيعية أنها تكون تمس بلادنا إن شاء الله، لا وإن شاء الله لاباس. احنا كإدارة جهوية للصحة بطبيعة بدينا نتحركوا وقمنا بأمس باجتماع بجميع الأطراف المتداخلة، جميع المديرين المستشفيات والمسؤولين بالمستشفيات الخاص والعام، أقسام الخاص معناتها مسؤول عن لي كلينيك بريفي معناتها المؤسسات الصحية الخاصة، وكذلك المسؤول عن مراكز تصفية الدم، وكذلك كان موجود معنا بخلاف مديري المؤسسات الصحية العامة بجميع أنواعها بقاعة الاجتماعات من الإدارة الجهوية للصحة وجميع الإدارات المتمثلة بالإدارة الجهوية للصحة، وكذلك بنك الدم. وبالطبيعة انطلقنا في رسم واستراتيجية استباقية لي في هذا الموضوع، تتمثل بالطبيعة إلى جانب اللجنة الجهوية اللي رأسها السيد والي صفاقس، هناك لجنة صحية اللي مش نقوم بتفعيلها
حسب متطلبات وحسب توصيات سيد الوزير في هذا الشأن بمذكرة العمل، والتحذير لكل استراتيجية يمكن الله اللي قدر أن يستحقها، الله اللي قدر ثم كارثة طبيعية ولا كارثة طبيعية. على مستوى المعدات التجهيز الصحة ثم شي حاجة تجديد لسبيطاراتنا المستوصفين؟ صحيح، ثم احنا ديما المشاريع متواصلة بالجهة الصحية بصفاقس، وديما عنا ديما عنا ما نخدمه، ديما عنا واحد. احنا كما قلت بعد جمع بعد الايامات الاخيره كانت عمليات اكثرها احتفاليه باليوم العالمي لسلامه المرضى، رجعنا كيف كيف على نسق سريع لمواصله معناتها متابعه المشاريع الجهه الصحيه بصفاقس. مقترف احنا تو على ابواب نحبوا نعجلوا في خاصة بالنسبة للمستشفى الجهوي بمحرس، عن تعبيد الفضاء الداخلي بالمستشفى، ومشكورة السيد الوزارة مكنتنا بالاعتمادات لهذا الشيء. إلى جانب أنا وقع بطبيعة الاستلام الوقتي للصيدلية بالنسبة للمستشفى الجهوي بالمحرس، وهنا تو قاعدين نحضروا في بطبيعة الاستشارات الإدارية المعروف بها بالنسبة لتركيز آلة السكانير بالمستشفى الجهوي بالقيقنة، الاستشارات اللي تابعة زاد القسم الأقسام الاستشفائية اللي مش يقع احداثها على ذوات على معناتها قسم تصفيه الدم للاطفال اللي هو حلم للجهه الصحيه بصفاقس، الى جانب كما قلت انت القسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بقيقنا. عندنا عده مشاريع لازمنا متابعتها باش كما وصلنا عملنا والعملنا نوعا ما تقدم نسبي، ديما نقول نسبي في بعض المشاريع اللي وقع سيئة الحمد لله توا على أنها في طول الاستغلال على غيار الدائرة الصحية بالعامة، القسم الاستعجالي بالحنشة، القسم الاستعجالي بالصخيرة، قسم الانعاش الطبي بقيقنا، قاعة العمليات الثانية بقيقنا، إلى عدة مشاريع. كما قلت زادا عندنا مشروع كبير اللي هو مشكورة كيف كيف وزارة الصحة مكنتنا بالاعتمادات اللازمة اللي هو مشروع البيما ما يسمى بالإنجاب الأنبوبي، قاعدين إن شاء الله على قدم وساق فيها أن هذا نشعر فيه باش إن شاء الله يتحقق الحلم للجهة الصحية بصفاقس. على مستوى المورج اليوم خفت شي المسألة؟ المورج كل جينا فترات نتنفسوا شوي وبعدها ترجع نتنفسوا شوي، ونحن المورج تو بفترة نسميها فترة ديما نسميها أكالمية، معناتها ارتياح نسبي، هدوء نسبي، ولكن معناتها امبريفيزيبل نجمو نتوقعو ديما كيما قلت راحت. وهنا مشكورة السلطة الجهوية مكنتنا، وان شاء الله هذا بالمشروع الجديد زاد السلطة الجهوية مكنتنا من حاوية تبريد رسمية على ملك المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة موجودة معناها، هي في اللمسة الأخيرة الفونيسور الفلوس تصبت معناتها جوست توسع قلت وحي عند ملقى بين اللي كلمونا سيء مش يقع تركيزها جوست تنسيق بين المدير العام واللي مش يمدنا بها في باش يتقاو باش يحطوها يشوفوا المكان اللي مش تواجد بها، وان شاء الله مش يقع تركيزها منها. نقول احنا توسعة اخرى قداش طاقة السحابة بريسي باهية تقل سبعة توصل حتى 60 70 60 مع اللي عندنا منها 60 مع اللي عندنا. بارك الله فيك سي حاتم، وان شاء الله في لقاءات اخرى ناخذ تطورات ان شاء الله. شكرا.